عزومتك علينا مع شعبان موجودة بثالث أكبر مدينة أردنية من حيث عدد السكان، واللي بتعتبر من أكثر المدن الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية الزرقاء. متحمسة لحتى أشوف نحب اليوم عزمتنا على الفطور ضمن برنامجنا عزومتك علينا مع شعبان. يلا نبلش. ونبلش ندور على مين رح يقبل عزومتنا على الفطور. يلا معي. والله أنا بدي أجي وقف جنب الأشياء الحلوة اللي أنت ما شاء الله عملها. يسعد مساك. عاشي رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله يا رب، شهر خير على جميع الأمة الإسلامية. اللهم آمين. أول إشي أحلى ما بيميز الزرقاء الحيوية اللي فيها. أكيد. وشارع ما شاء الله حيوي. طمنا أحكينا كيف تفاصيل رمضان لهلا. طبعاً إجمالاً إحنا في مدينة الزرقاء مدينة متواضعة ومنطقة شعبية، وطبعاً هذا اللي أنتوا شايفينه المعمول والهاي طبعاً نعملها بطريقة شعبية. حلو. مش طريقة تقنية، يعني طريقة المعمول من دق وعدينا. بالبيت. الله. وزي ما أنت أكيد 100%. يا سلام. إن شاء الله. حلو. وطبعاً بالنسبة كمان بنفس الوقت أنه كأسعار مدينة الزرقاء أسعار متناول اليد، يعني للفقير للغني للصغير للكبير. حلو. والكل بيقدر يشتري، يعني مش هالسعر. طب هلأ بشتر الناس تحكوا معمول كل السنة من عندك ولا بس برمضان والعيد؟ لا لا لا، دائماً متواصل الشراء، يعني كل السنة أنت عندك تحكوا معمول. ولكن عملية البيع، يعني نسبة البيع في رمضان بتكون أكثر. أكثر. لأنه بتعرف أنت المسكين الفقير اللي بكون صايم وباستمرار بيشتري، وخاصة خلينا نحكي بموضوع الهريسة. عندك احنا بنعمل هريسة بسمنة بلدية. حلو. مختلفة دائما. حلو حلو. طب ايش بيميز هون اكثر شيء؟ خلينا نقول برمضان الناس تاخذ غريبة، تاخذ هريسة، تاخذ ايش كمان؟ هلا كل واحد يعني له شيء، يعني بحب شغلة معينة. في ناس اكثر اقبال على المعمول في رمضان كمان. في رمضان اكيد. ما مش بس للعيد. 100%. ما شاء الله ما شاء الله. هذا بالتمر والزيتون صح. هلا احنا بنحكي نوعين من المعمول. النوع الاول اللي هو الطحين. طحين. الطحين. حلو. بيختلف عن السميد. هذا بالسميد انت عارف. هذا سميد. اللي هو تبع ستة وستة كل الشغلات القديمة. معرفش هالسكر. هلا بسموه انطيني معمول العيد، لما بحكي معمول العيد مباشرة بنعرف انه سميد. على السميد. على السميد. طيب شكرا لك، يعني يعطيك العافية ان شاء الله، يعني دائما آية الرزق لك يا رب. نشكركم كثير على نقل الصورة طبعا للناس، ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي الله يتقبل طاعاتكم ان شاء الله. اللهم امين. ويجمعنا بالجنة مع الحبيب المصطفى. شكرا لكم. امين. يعطيك العافية. يلا سلامات. سلامات. شي العصير برمضان على الفطور لازم يكون حاضر. في محل بهارات قريب، خلينا نفوت عليه. يلا. السلام عليكم. رمضان كريم. مكرم كريم على الجميع ان شاء الله. ربنا يسلمك. انت سالم انت وعائلتك يا رب. سالم وصحه وسلام. عيد عليك الصحه والسلام. ريحه بهارات طالع عندك لبرا. اهلا وسهلا والله. شو عم تعمل بهارات هاليومين؟ في بهارات بنجهز رمضان، تجهيزات كامله ان شاء الله رب العالمين. إن شاء الله كل البهارات يكون هيك هالرمضان كله خير عليك إن يا رب وعلى عيلتك خير وبركه ونصر. طيب انا كيف الاجواء برمضان حاليا؟ والله الحمد لله رب العالمين، الله يكون معي الكل فضل رب العالمين. على ايش الطلب برمضان حاليا؟ اول ببلش على طايف ومشتقاته. يعني قصدك الجوز، الجوز والمكسرات كلياتها. متى الناس بتبلش التحضيرات هيك للعيد؟ العيد هذا اخر اسبوع في رمضان، ما دام في رواتب في تحضيرات فوريه ان شاء الله رب العالمين. حلو. جميل. خلينا ناخذ نظره من عندك. شكرا كثير. مرحبا. أنا آسفة نقصتك. لا حبيبتي بس كيف حالك؟ شو أخبارك؟ كيف أمورك؟ طمنيني. أوف عرفيتني. أكيد عرفتك. أهلا وسهلا. حبيبة قلبي. أول شيء رمضان كريم. كل سنة وأنتي سالمة. وأنتي سالمة علينا وعليك إن شاء الله يا حبيبتي. طمنيني كيف أمور رمضان لهلا؟ والله الحمد لله تمام التمام. إن شاء الله دائما تمام. إن شاء الله. شوفي أنا في برنامج اسمه عزومتك علينا مع شعبان. قبل ما نبلش عادي إنه نتصور؟ مو مشكلة. عادي؟ عادي. أمورنا تمام؟ طيب تمام. ممتاز. احنا ببرنامج اسمه عزومتك علينا مع شعبان، فكرة البرنامج خفيفة لطيفة كتكوتة. الفكرة بتقول انه احنا حابين نعزمك على فطور انت وعيلتك على اكل انتوا بتحبوها،
هل تقبلين عزمتنا على الفطور؟ أكيد ما راح أكسفك، أكيد موافقة حبيبتي. طيب ممتاز. طيب كونك أنت قبلتي عزمتنا على الفطور، أول شيء قولي لي كم من حدا أنتوا بالعيلة؟ إحنا في البيت 5. ما شاء الله، الله يخلي لك إياهم يا ربي. متزوجة شكلك أولاد منهم؟ آه والله البنات من الزوجات. الله يخلي لك إياهم. شو بتحبوا أكلة أو أنت بتعزميهم على أكلة دائما برمضان مميزة؟ القدرة والله. القدرة شو زاكية. زاكية. طب قولي لي كيف تعملي هالقدرة؟ كل حدا بعملها بطريقته، انت كيف طريقتك هيك على السريع؟ بلحمة طبعا بنعملها وحمص وتومة. الله الله الله. طيب قبلتي عزمتنا على الفطور صح؟ بدك تحكي لي كل مقاديرك اللي بدك اجيب لك اياهم لحتى نعمل قدرة على طريقتك. وطريقتي يعني من غشة شوي انا وياكي مع بعض، شو رايك؟ ماشي اكيد. قولي لي ايش بتحبي اغراض؟ طبعا ما في لحمة، رز، رز، زيت، زيت، حمص، حمص، بهارات. ايش بتستخدمي بهارات بالعاده؟ كونه احنا لا هيك لقيتك عم تشتري بهارات اصلا، شو عم تشتري انت كنت؟ كنت هيك يعني بفتي بشتري اشياء يعني. طيب. ومنهم البهارات. ايش بتحبي تاخدي دائما بهارات للقدره؟ بهارات يعني القريبه للكبسه. قريبه للكبسه. طيب انا وياك رح نروح نبلش نشتري كل اغراضنا، بس على سيره الرز شو بتستخدمي نوع رز؟ ايه اكيد عادي اشوفك تايجر اكيد. حبيبه تنقل. طب نروح وياك نشتري كل الاغراض. اوكي يعني. طيب يلا نبلش بالبهارات، كونه في محل البهارات، تفضلي. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. إن شاء الله كل سنة أنت سالم. الله يسلمك. شو هالبهارات المتكتك المرتب اللي ريحتها واصلة لبرا؟ الله يسعدك. أنت بتخلطها هون كلياتها؟ أكيد كله بالمحل. جميل. فريش أول بابا. طيب إحنا عنا عزومة على قدرة صح؟ مظبوط. إيش تستخدم بهارات؟ بهارات القدرة. بدنا بهارات قدرة. كركم. كركم. كمون. كمون. وبدنا لوز. لوز أكيد. لا بدنا نصاص، اعطينا وقي نصاص وبعدين اعطينا من كل بهارات دينار دينار دينار. تسلم تسلم. طيب هو عم بيعبي لنا البهارات، طمنيني هلا الاجواء الرمضانيه بالزرقاء اكيد حلوه ومختلفة. والله كتير كتير حلوه. تنبسطي فيها؟ طبعا. هلا انت موليد الزرقاء وعايش بالزرقاء طول عمرك؟ جميل. واولادك كمان؟ اكيد اولادي كلكم بالزرقاء. انا بعرف انه انت هلا انت دايره على بالك على اولادك الام والاب بالبيت وكل التفاصيل. مزبوط. فانت هلا دائما بالعاده برمضان تلمي العيله، لانه كمان بناتك متجوزين اولادك متجوزين. بالضبط. كيف تجمعيهم بتلميهم؟ كيف تقضي هالاجواء الرمضانيه؟ يعني بعزمهم اكيد، هم بيعزموني اكيد، والسهرات يعني بعد صلاه التراويح ماشي يعني بنجتمع عند بعض. حلو. وبنسهر، وبتعرفي انت رمضان وسهرات واجواء كتير حلوه. صح. احلى شيء برمضان كمان صلاه التراويح، كوني ذكرتيها. طبعا. بتروحي انت والجارات ولا بتروحي انت والعيله؟ والله يعني احيانا مع الجارات واحيانا في البيت يعني. لحد انت وجاراتك بتطبخوا مع بعض الصبح؟ بتحضروا طبخه سوا ولا لا راحت هاي الاجواء؟ ايام ايام يعني. ايام ايام. مين بتلف الدوالي؟ كلكم. والله بجيب البنات وانا وياهم يعني. لا انا بدها جمعة. بدها جمعة الدوالي. طبعا طبعا. يلا هلا ذكرتيني على سيرة الجمعة باجواء العيد قد ايه بتكون حلوة لما تبلش هيك كل حدا يشارك بالكعك والمعمول والتفاصيل الحلوة. كثير حلوة. طيب تمام. احنا انت بتحط لنا كل شيء بس ضبط لنا اياهم الله يخليك. عازمين لانه بدنا القدرة تكون بهارات القدرة تكون صح الصح. طيب خالته ام ليث كمان بدي اسالك سؤال. انت بالعيلة كونه بالبيت اسم الله 5، مين بيساعدك؟ مين بيحضر معك السفرة؟ مين بيعمل لك اكلات الحلوة؟ والله كلهم بيشاركوا معي يعني. عندي ابني بيدخل معي على المطبخ وبيشاركني، وعندي كمان بنتي. اي واحد فيهم؟ الصغير. دائما الصغير. الصغير بحب هيك. بقول لك الصغير دائما بيكون يحب صاحب الكل. بزعلش حدا صح ولا لا؟ طيب غير القدرة ايش تعمل لهم اكلات بيحبوها من تحت ايديك؟ يعني ما بيحبوا ياكلوها الا من تحت ايديكي. مثلا المقلوبة. حلو. الكبسة. حلو. كفتة بطحينية وكفتة بندوراني. حلو. اكلات امهاتنا. المنسف برضه. الله. والمحاشي يعني كل الله. الاكلات يعني كل الاكلات اللي ذكرتيها انا بحبها الله وكيلك. شو عم كلهم بحبوا هاي الاكلات. حبيبة بناتك شو اخذوا منك افكار حلوة بتعلموها منك؟ والله هلا باخذوا منك. ليش اخذوا مني؟ منك انت بس. هو ماشي بس هلا يعني زيادة افكار وشغلات هيك صاروا ياخذوها منك انت. حلو حبيبتي حبيب. طيب خلينا نشوف شو صار معنا بالبهارات. خلصت لنا بهاراتنا؟ يسلم هالايدين. شكرا كثير. رمضان كريم مره ثانيه. يعطيك العافيه. تفضلي تعالي من هون نروح. يعطيك الف عافيه. بدك تشوف لي قد ايه. والله احنا لنا الشرف انه اجينا هون على محل هالبهارات اللي بجنن. الله يخليك يا رب. بدك تحسب لنا الله يخليك. هذول 4 دنانير و35. اوكي. وهي 5 دنانير. سلمتي الله يسلمك. يسلم هالايدين والعينين.
يا خالته املي علينا وعليك يا رب. يا خالته املي. احنا هيك خلصنا قلنا بدنا نروح هلا نجيب اللحمه، شو رايك؟ يلا نروح نجيب اللحمه. السلام عليكم. ما شاء الله شو هالملحمة الحلوة وهاللحمة اللي بتجنن. جميلة وسهلة. أهلين فيك، رمضان كريم. علينا عليك يا رب. كل سنة وأنت سالم. عينتك سالمة. الله يسعدك يا رب. أنت عم تقطع قطع الخروف. يلا بعطيك شوي تقطع الخروف نشوفه معك. ما شاء الله. أيوة. هذا بلدي؟ هذا روماني. هذا روماني بس ما شاء الله ما أجمله. هذا بس خروف صغير ولا كبير؟ صغير. 13 14. مرة ثانية بدي ارجع احكي لك رمضان كريم. علينا وعليك يا رب. سالمي صح. طمني اول شيء كيف اسعار اللحمه هلا؟ والله كويسه اسعار اللحمه، بس يعني غليت ولا الامور غليت شوي؟ والله غليت شوي. كيف الطلب على اللحمه برمضان؟ كويس ما شاء الله. بقول لي كيف الاجواء الرمضانيه بالزرقاء هون؟ ما شاء الله يعني بتجنن. ايش اكثر شيء بيعجبك برمضان بالزرقاء؟ كل شيء والله. رمضان لحاله بتجنن. طيب حلو. اجواء رمضان كلها حلوه. والله كل شيء برمضان بخصوص رمضان حلو. طيب احنا اليوم بدنا ناخذ لحمه للقدره، انت بتحبيها تكون زي الخروف قطع كبيره؟ بالضبط. طيب احنا بدنا تقريبا 3 كيلو لحمه قطع كبيره. 3 كيلو ابشر. فايش بدك تعطينا اياها؟ من اي قطعه من الخروف؟ اعطيها من كتف. الكتف قطعه. ليش الناس بتحب الكتف بالمنسف اكثر من الفخده؟ الكتف اسكى واطرى وبستوي اسرع 100%. طيب يلا اعطينا شيء 3 كيلو الله يخليك. قديه طلعت؟ 3.5. خلص ممتاز. تمام. ممتاز. انا جاي على بالي اسالك والله سؤال عن اللحمه. دائما الناس كيف تعرف الناس اللحمه البلديه من الروماني مثلا؟ هسه اللحم البلدي تيجي ليته عليه تميز بالليه. الروماني ما بيجي عليه ليه، بيجي اخف 100%. حلو. هذا بتيجي عليه قرص ليه بين انها بلدي وختمه اخضر. الروماني بيجي ختمه ازرق. حلو. تمام. طيب فين انا ما كنت بعرف؟ والله الواحد كل يوم بتعلم. ستي هاي نظفها كيف تنظيفها؟ ننظف لنا اياها. خلي عليها شوية دسم. بدك تخلي عليها شوية دهون ولا ريما؟ انتوا حسب العيلة ايش بتحبوا؟ لا بدون. بدون. قبلنا قبلنا عنها قد ما بتقدر. بس ما شاء الله يعني انا بحب الخروف لما يكون صغير بكون اللحمة اطرى واسكى، صح ولا لا؟ اسكى 100%. بكون دهنه كمان خفيف. حلو. اهم شيء تحافظ لي على الموزة، انا بحب منظرها هيك. حاضر. على الصدر يكون بجنن. ولا يهمك ستي. قد ايه حسابي؟ 100. اهلا وسهلا. هدول ان شاء الله خليهم علينا اول شيء. تسلم. الله يخليك والله كل الجو. الله يسعدك يا رب. هيك 29 دينار ان شاء الله. ان شاء الله. وهي 29 دينار. تفضل. الله يسلم هاليدين. وايديك. تسلم. ما شاء الله. هيك خلصنا، بدنا نروح نشيلنا شوية فواكه، شو رأيك؟ يلا تفضلي معنا سيعطينا آخر دقيقة. يسلم إيديك، شكرا كثير، يعطيكم العافية. رمضان كريم. تفضلي. كونه احنا قريبين عند محل الموني يا إمليت، قولي لي شو المكونات اللي بدك إياها من هون؟ من مواد التموينية أكيد رح نحتاج رز. رز. زيت. زيت. حمص. وحمص. طيب بتستخدمي رز تاجر متوسط الحبة ورز تاجر البسمتي؟ والله أنا بخلط. تخلطي لعب نشتين. يلا تفضلي. السلام عليكم. تفضلي تعي 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 خالته ملي. تعالي تعالي تعالي. هي لقيت لك الرزات ايش بالبدايه هون بالزرقاء بالوجه. بتحبي رز تاجر المتوسط الحبه ولا رز تاجر البسمتي؟ طبعا انا بستعمل الاثنين، يعني بحبهم الاثنين بصراحه. بتحبيهم الاثنين؟ طب ليه بتحبي تستخدمي رز تايجر؟ حبته حلوه منيحه يعني وزاكي وخلص تعودت عليه يعني. تعودت. قد ايه صار لك سنه بتستخدميه؟ من زمان والله. طيب ما شاء الله عليك، كونك بتحبي تستخدميه بدي احكي لك كمان شغله حلوه هلا مع رز تايجر المتوسط الحبي ورز تايجر البسمتي. رز تايجر البسمتي ورز تايجر المتوسط فيه عليهم هلا حمله كثير كبيره، بتقول صحتين وربحهم من الاثنين. يعني بناخذ هي كمان عارفه تاخذوا الكوبون جوا كيس الرز دخلوا على صفحتهم على الفيسبوك، وبعدين ان شاء الله بيجيكم هيك تليفون او بيجيكم مسج انه انتم ربحتوا اونصه من الذهب كل نهايه شهر او 100 دينار كل يوم. فرح ناخذهم الاثنين. كمان قولي لي ايش بدنا من هون؟ حكينا بدنا رز وبدنا حمص حب. رز وحمص حب. بسم الله ما شاء الله. حمص حب عندك؟ حمص حب هلا عشان يعطونا كيلو الشباب الله يخليك. ايش كمان؟ حمص حب حكينا وزيت. بدنا زيت. وهي زيتاتنا من شعبان كمان ناخذ هذا. يلا. السلام عليكم. شرفت. سنة بس اخلص كل اشيائي واحكي معك. اول شيء رمضان كريم. الله يكرمك. كل سنه وانت سالم. الله يسلمك. اهلا وسهلا. طمني كيف الاوضاع في رمضان؟ والله الحمد لله بدايه ان شاء الله موفقه ان شاء الله. ان شاء الله دائما نستنى الافضل يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احكي لي هلا بيزيد الطلب اكيد برمضان؟ اكيد يعني دام اي رمضان طبعا
حركة بالزيت أفضل بالسيارة عنا أول، يعني الناس بتعرف عزايم صحيح لما تجمعات والحكي هذا، والحمد لله رب العالمين. طيب نعم. احنا بالنسبة للأسعار برمضان كيف بتصير؟ والله الحمد لله رب، الأسعار زيها زي أي شهر عادي، يعني ما في رفع أسعار ولا في شيء، ما في تغيير الحمد لله، واحد برضى في القليل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أهم شيء شو أفطرت أول يوم رمضان؟ والله اول شيء منسف، يعني والله صحتين وهلا اكيد استخدمت روستاجر. برافو، مش مجامله كل صدق، يعني روستاجر انا بستخدمه من 5 سنين 6 سنين ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك. الله يبارك فيك. طمني عن الاجواء برمضان بالذات، شايفين الاجواء ما شاء الله حيويه، يعني على الاخر الاسبوع الجاي بتبدا، يعني افضل ببلش ان شاء الله. حاليا والله حلو اجواء رمضان، حلو ان شاء الله، حلو ان شاء الله، دائما احلى ان شاء الله، تكون افضل ان شاء الله ان شاء الله يا رب. طيب احسب الليمون، انت بس جابوا لي الشباب الحمص، خلينا ناخذ الحمص كمان، اهم شيء الحمص. احكي لي سعر كل شيء الله يخليك. يا الله، هسه الزيت عندنا عليه عرض $1.65. جميل. روستاجر 3.5 كان 4.40، اليوم عليه عرض 3.95. حلو. عندنا كمان البسمتي. تاجر البسمتي. يلا بس ثواني تحمليني هون. خذ وقتك. انا عم بشوف الحسبة هون لاني. ايوه. عندنا رز البسمتي كان 4.30، اليوم عليه عرض 3.95 كمان. جميل. يعني الحمد لله صار يعني كويسه، يعني بالنسبه لغيره افضل من غيره. الحمد لله. الحمص عليه عرض دينار كمان. اوف والله جميل، كيلو. والله ممتاز. خلينا نعطونا كمان كيلو الشباب. لا. انا بحب الاشياء اللي عليها عرض دائما. ادي حسابي 10.55 ان شاء الله. ان شاء الله. خلي علينا طبعا. تسلم تسلم كلك ذوق. محلك الزين. تفضل عمي. اختر يا عم كيس لو سمحت، الله يخليك. سلم ايديك. الفاتورة بدك تعطيني. الفاتورة اهم شيء. والله ما في منك. اهلا وسهلا، تفضلت يا عم. سلم هالايدين، شكرا جزيلا. طيب امليت، قبل ما نطلع من هون خلصنا احنا هلا المونه، بدنا نروح نشتري بقيه مكونات، شو رايك؟ اوكي حبيبتي. بنروح بعد هون على الخضره، يلا قولي يا رب. يا رب. تفضل يلا. يلا. شو بحبوا حلويات اولادك برمضان؟ أكثر رمضان يعني بتعرف انت القطايف هاي شيء اساسي على السفره. اها ايه، عوامه، هريسه. حلو. طيب يعني خلينا ناخذ خضرتنا، شايف ناخذ لنا شويه فواكه تغيير. يلا تعالي، احنا بدنا بصل قلنا وثوم، هاي البصل، تعالي ناخذ البصل. تفضلي معي. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم. علينا وعليك. كل سنه وانت سالم. الله يسعدك. بقول ما شاء الله محلها هالخضره، شو بشرح القلب. كل شيء فيه هيك فواكه وخضره عن جد بشرح القلب. الله يسلمك. اشو طمني كيف اسعار الخضره؟ لا مناسبه ان شاء الله، بتناسب الجميع. كلها تمام ان شاء الله. شو عندك اشي مختلف؟ ايش اسكى فواكه الناس تاخذها هلا برمضان؟ المتداول اكثر. تفاح والموز اكثر اشي. شو اخبار الفراوله؟ طيب بحس الفراوله زاكي ورخيصه كمان. ضيف عنا بعدين. طيب يلا اول شيء وين التوم عندك؟ هي جوا على الشمال. يلا تعال نروح ناخذ توم اول اشي، بعدين بنبلش ننقي انا وياكي فواكه. سلام مرة ثانية. سلام مرة. نحط أغراضنا. امسكي لي هذا يا خالته أم ليث. والله اسم الله، الواحد الأغراض فجأة بتكتر. بدك تحكي لي حساب كل شيء قد إيه هلا إحنا التفاح؟ لحد الآن 1.70. يلا كمل. حسبتي لي الموزات. قد إيه كم البصل هالأيام؟ 59 حسب النظافة. لا منيح، ما هو ما شاء الله اخذنا بصل كويس والله. هذول 3.15. تمام. والثوم، ثوم قد ايه؟ هذول 1.65. خلص تمام. قد ايه حسابي كامل؟ هيك 9.40. تمام. 9 دنانير قد ايه؟ تفضل. هي 9 دنانير وهي نص. يسلم ايديك ورمضان كريم مره ثانيه. والله يا خالته امليت كان مشوارنا اليوم سهل ميسر معك بهالوصفه. الله يسعدك. هيك كل اغراضنا صاروا جاهزين، خلينا اخذ بقيه اغراضنا. ناولوني يا شباب، طول طريق حملتها للشباب الصراحه. ناولوني. يسلم ايديك وعينيك، شكرا. وهي كمان رزاتنا وزيتاتنا، يعني انا وياك هيك صار كل اغراضنا جاهزه. متحمسه اطبخ لك اياها على طريقتي؟ اكيد 100%. طيب يلا نروح انا وياك. قولي يا رب. يلا قولي يا رب. تفضل. اعطينا اخر كيس. يلا و
والله نورتيني يا ست املي. حبيبتي النور نورك والله. حبيبتي اهلا وسهلا فيك اليوم هون عنا بمطبخنا بعزومتك علينا مع شعبان. اهلا فيك حبيبتي. كان حظي حلو اني قابلتك. بقول والله اول ما قابلتها هيك وجهك اسم الله كله بركه وخير ويعني بتجنن. حبيبتي كلك زق والله. اليوم جبتي انت والعيله؟ اكيد رح نكمل انا وياكي وصفه القدره ان شاء الله. صح عطريتي ولا طريقتك؟ زي ما بدك بنتشارك فيها طريقتنا. أوكي. طريقتنا بس كمان انا وياكي حظنا حلو لما كنا او كنا اليوم مع بعض. بدي احكي لهم عن سؤال حلقتنا لليوم لانهم بيعرفوا انه معانا ان شاء الله ست رابحين بجوائز مميزه مقدمه من مجموعه شعبان مقدمه من ايكون 7. سؤال حلقتنا لليوم شو هو شعار حمله سكر شعبان؟ كل يوم بحكي لكم اياها بس انا قلت لك حظي وحظك ماله. حلو حلو. فعلى السريع جاوبونا على سؤال حلقتنا لليوم وكتروا من الشير والكومنتس واللايك لانكم رح تفوزوا بالجائزه الاولى اللي قيمتها 50 دينار مقدمه من مجموعه شعبان. وعنا جائزتين مقدمين كمان من مجموعة شعبان عبارة عن باكيجين. أما الثلاث جوائز فراح يكونوا بقيمة 300 دينار كل بطاقة. هي عبارة عن بطاقة ألعاب كل واحدة فيهم حقها 100 دينار مقدمة زي ما قلت لكم من آيكون 7 اللي هون أكبر مكان للألعاب الترفيهية والجلسات العائلية على طريق المطار. احفظوا هلأ جاوبوا عشان تفوزوا معنا عفواً ضمن الحلقة. طيب احنا هلا انا وياكي رح نبلش القدرة ان شاء الله. انا سمعت من اولادك هلا وهن معانا نفسك على الاكل طيب ان شاء الله وانا بحب الاكل من تحت ايدين الامهات ان شاء الله. احنا اليوم نعملها على لحمة شو رايك؟ اه خلينا نجيب طنجرة على النار. بالعادة بتحبي تعملي القدرة سريعة على بالطنجرة ولا بتحبي تعمليها بقدرة بالفرن؟ ايه انا بصراحة بعملها له عشان على لحمة بالضغط بس بما انه هون طنجرة عادية فهذه ما مشكلة. لا قصدي بتحبي تعمليها بالطنجرة على السريع ولا بالفخارة بهالفرن؟ ايه هي بالفخارة طبعا زاكية وبس انا بعملها بالطنجرة يعني بالعادة. اه وانا انا بحس بالضبط. السريع خلص الدنيا برمضان والله العظيم الواحد بده اشياء هيك ميسرة سهلة على السريع. طيب انا وياكي كنا نتناقش بطريقة القدرة قبل ما نفوت على الهواء. صح؟ هنا قلت لك بتحطي بصل ولا ما بتحطي بصل؟ اه قلت لك بحط بصل. انا الصراحة زيها بحط فيها بصل بس تعرفي لما نزلت على الخليل شفت لك انه بالخليل ما بيحطوا على القدرة ولا اشي ولا إيش ولا إيش. هي القدرة تطورت مع الوقت هلأ بنحكي عنها بس خلينا نحط مي مغلية لحتى نسلق اللحمة عشان تستوي أنا وياكي من دردش. فحطينا هيك هالميات. قلتي لي بتسلقيها بطنجرة الضغط قد ايه بتاخد معك وقت تقريبا تنجرة الضغط؟ كثير ساعة الا ربع تكون يعني مستوية منيح. طيب احنا جبنا لحمة خروف وجبنا اليوم من كتف الخروف. بتحبي بالعادة بلدي ولا روماني؟ والله هو يعني بلدي زاكي وروماني زاكي يعني المتوفر بعمل فيه. احنا جبناه اليوم بلدي عشان هيك جبناه مدهن شوي. اه برضو زاكي. عشان بتعرفي بالخليل لما رحت بحكيك انه انا لما نزلت على الخليل تعلمت القدرة عندهم طلع للقدرة قصة. ايش هي؟ اول اشي بالخليل ما بحطوا على القدرة ولا اشي. أه. بس كركم ملح وسمنة بس واللحمة ورق اللحمة. اجينا مع هالوقت القدرة تطورت راحت على اهلنا بغزة. صار يضيفوا عليها الثوم والحمص. ايوه مشيت هالقدرة تطورت اجت لعنا صرنا نحط عليها البصل والثوم والحمص بالضبط. فصارت من مكان لمكان سبحان الله تختلف. بس هي النكهة هي هي يعني. صح. والمكونات تقريبا هي هي. صح هي هي يعني هي مثل الحمص مثلا إيه هي مكون اساسي فيها. صح هلا شوفي هو مش اساسي هو الاساس اللحمة والرز. بعدين راحت قلت لك فصاروا يحطوا عليها الحمص. انا بحب احط لها بهارات خشنه وبنحط لها بصله. في ناس بحب يحطوا لها جزره. لاس ايش بتحطي على سلق اللحمه؟ ايه ورق غار قرفه عود قرفه مثلا هي البهارات الخشنه هي. طيب بنقيم عنها الزفره وبنخليها على النار لحتى تستوي. انا طنجرتي هون كمان منيحه رح تاخذ معي تقريبا ساعه وربع بس انت قلتي لي بتستخدمي طنجره الضغط قد ايه بتاخذ وقت؟ سهله ربع تكون يعني مستوي منيح نهنيها بقولولها بنهنها بنهنها. طيب قبل انا وياكي ما نروح لنكمل بقيه وصفتنا خلينا ننقع الرز بس عبالي ارجع اذكرهم بسؤال حلقتنا لليوم شو هو شعار حمله سكر شعبان. جاوبوا قد ما بتقدروا لانه ان شاء الله حظكم حلو رح يكون معي بالربح. طيب نروح ننقع الرز انا وياكي. أوكي. نشوف النا هون. ايوه تساعديني. الحمد لله الحمد لله. انا دائما عندي اقول لك شغله دائما بقولوا لي امتياز ليش اشيائك دائما ناقصه؟ لاني عندي مطبخ ثاني سري بدي اروح اجيب منه صحن بدي اعطيكي هلا قبل ما اروح اجيب صحن ارز تاجر. انت قلتي لي بتحبي تخلطي بالضبط فبتخلطي ارز تاجر متوسط الحبه وبسمتي وبتخلطي من ارز تاجر البسمتي بالضبط. طب بصير نقول لهم معلومه حلوه بتجنن للناس اللي بتحب تستخدم دائما وابدا رز تاجر انه رز تاجر اليوم عندنا حمله كتير كبيره وقويه بفوز اسمها صحتين والربح من الاثنين يعني بفوزوا بأونصة من الذهب نهايه الشهر
ومئة دينار كل يوم. قولي إن شاء الله أنا وياكي حظنا يكون حلو ونلاقي كوبون هلأ. إن شاء الله هذا الكوبون رح نلاقيه، رح ناخذ الرقم اللي عليه وندخله على صفحتهم على الفيسبوك عشان إن شاء الله يجينا هذا التليفون بيقولنا إنه أنتوا ربحتوا. إن شاء الله خدي قصي yeah. على السريع، مش تعمل إشي غير القص. لا إذا بدك عايري عايري، هي بدي أجيب بس الصحن yeah. وهيك جبت لك الصحون وأجيت yeah. نقول بسم الله. مين بيساعدك قلنا في هالمطبخ دائما؟ والله يعني اذا كانوا الاولاد موجودين بيساعدوني، في بنتي عندي كمان بتساعدني، وريما انا لحالي. لا لا مش ريما، ريما ببيتها بتكون. ريما قاعده معنا بس عجله بشوي، فهيك قاعده مبتسمه وسعيده وانا مبسوطه انها مبسوطه الصراحه. طيب بتحطي على البركه ولا بتعايري للعيله؟ يعني شوفي انا دائما بحط على البركه بصراحه، مع انه بنات بيحكوا لي غلط لازم تعايري ومش عارف، بس انا خلص عشان عيله وممكن حدا يجي فجأة فحط بحط هيك يعني على البركة. بيحكوا لك غلط؟ غلط؟ تخيلي؟ والله غير على البركة أحلى إشي. على البركة أحلى إشي. بس عشان ما يزعلوا مني الصبايا، هلا الصبايا لأنهم ماشيين على عيار. هم على آه. على عيار. هلا كلهم صاروا على عيار. أيوة بالضبط، هلا بنقول لهم إيش العيار؟ آه يلا حطي لنا من رز برضه على البركة قد ما بدك، بس إحنا بنطبخ كمية كبيرة لأنه اسم الله اسم الله كل العيلة موجودة. إن شاء الله. أنا كل ما أفتح كيس رز تايجر شو بعمل؟ yeah. أعطيني الكيس عنك. تفضلي. هاتي بدنا ندور دائما هيك. في كوبون بيكون آه. وهي لقيت الكوبون شايفة شو بنعمل؟ هذا الكوبون بناخده بنحطه هون، بيطلع عنا رقم، هذا الرقم ندخله على صفحتهم على الفيسبوك وإن شاء الله بيجيكم تليفونكم رابحين يا أونصة ذهب يا 100 دينار. اتذكروا بالحملة سواء كانت روز تايجر المتوسط الحبة أو روز تايجر البسمتي. انقعيهم. قد ايه تغسلي الرز عدد مرات؟ إيه بالعادة أنت بالبيت تغسلي كم مرة؟ يعني مرة مرتين غسيل. غسيل آه. انا بغسل 3-4 مرات آه. عشان النشا بعدين بدك نغسله يعني؟ لا لا رح ننقعه بعدين نغسله. أوكي. بكون النشا طلع اكثر. وبدي احكي لك شغله، انت قاعده بتحكي لريما يا ريما هلا بس اخذ الكوبون بتدخلي لي اياه على الصفحه بلكي ربحت حيو بتاخديه إيه خلص ما بدي أقسمك بالنص، بالعادة كل الحلقات بقسمهم على النص، اليوم ما رح أقسمك. إن شاء الله نكون من الرابحين إن شاء الله. يا رب يا رب. إن شاء الله. في خلينا أجيب مي. إن شاء الله. نجيب مي على السريع. حيني جبت لك الميات. يسلم إيديك يا شيف. هيك بدنا ننقعه نتركه زي ما حكينا تقريبا ربع ساعة ومي من الحنفية، وهيك رزاتنا صاروا جاهزين. هلا أنا وياك عم نختلف كيف نطبق الوصفة. بالضبط. طيب قولي لي كيف بنعمل بالبداية؟ أنا بالنسبة إلي يعني. آه. هلا من تبل البصل او طيب خلينا نبلش اول شيء. خلينا نسلم الرزاية هاي اللي هون، نحط سمنه. انا بحب مع القدره سمنه وزيت. بالضبط. السمنه بتعطي طعم والزيت بيعطينا لمعه هيك حلوه مميزه. نجيب زيتاتنا. هي الزيت ما شاء الله ما شاء الله، تقولي انا عامله مسودع هون. هاي بقول لك سلافه جديده هلا. بس احط زيت شعبان، شعلت على الطنجره. كل ضيفة بتيجي معي هيك حلوة كتكوتي زيك بستخدم شغلة جديدة، جبت طنجرة جديدة حلوة، شو رأيك؟ قلت اليوم احنا عيلة هيك كبيرة فبنعمل اشياء اكتر. حاضر حلو. نستنى بس لتدوب السمنة عشان نحط البصل والثوم. بالضبط. طيب بدنا نحط البصلات وقطعناهم احنا جوانح، انت قلتي لي بتحطي بصل. هلا انا اياما اياما حسب مين الشخص اللي عندي، في ناس بيجوا عندي بيقولوا لي اسمع اسمك تحطي لنا على القدرة بصل، في ناس بيقولوا لي حطي لنا. لا اه طيب هي طيابتها يعني. الله شوفي انا بحب البصل والثوم بالاكل. اه ريحته نص آه. انا بقول طيب. الناس اللي ما بحبوا البصل والثوم اللي بضلهم يزعلوا مني هدول هن مغلبيني وانا مغلبهم. خلينا نذكرهم بسؤال حلقتنا لليوم، شو هو شعار حملة سكر شعبان؟ حظك حلو مع كملوا عشان تفوزوا معي بست جوائز. خليني ارجع اذكركم شو جوائزنا لليوم. رح يكون معنا 50 دينار مقدر مجموعة شعبان، وعندنا باكيجين كمان رح يكون مقدرين مجموعة شعبان. اما الثلاث جوائز الثانيين فهن قيمين لانه عندنا ثلاث بطاقات العاب كل بطاقة قيمتها 100 دينار مقدمة من ايكون 7 على طريق المطار. فايش بدكم تعملوا؟ شير كومنت لايك قد ما بتقدروا. طيب هلا هيك عندنا البصل والثوم تقريبا دبلو، قولي لي بعدين ايش بتحبي اعمل؟ هلا بدك دير الحمص؟ حط الحمص اه. طيب انا عندي مستوي، هو مستوي ومستوي ودايب. خليني بس اقول لهم شغله عن الحمص، بدي احط قول. معاها شويه بهارات خشنه بتعطيها نكهه حلوه. بصير يعني عندي شويه هيك تفاصيل مختلفه بحس آه. سبحان الله بتفرق مع الاكل. هيك صارت امورها للبهارات. تمام تمام. انا رح اخذ روز تايجر. انا قلبت كمان حطيت هون شويه بهارات، حطيت الملح فلفل اسود بهارات مشكله، ما حطيت الكركم. سبحان الله طنجرتي بتوسع كثير. رح شوفوا ما شاء الله ما شاء الله
الله. اخذت كل كميه روز تايجر البسمتي، بدي ارجع اذكرهم روز تايجر البسمتي بتفلفل معي بطريقه كتير حلوه، وبياخذ النكهه كمان بطريقه كتير حلوه. واحنا عشان انت بتحبي تخلطي، مع انه في الخليل بيعملوها بروز تايجر متوسط الحبه بخلطوا. تمام، رح ناخذ كميه اقل شوي لانه اسم الله عندنا كميه كبيره. بحب دائما اقلب الرز مع السمنه والزيت لانه بضل هيك حبته حلوه. اللحمه هنا غلت كتير، امورها تمام. احنا اللحمه شوفي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حبات الرز ما احلاها ما شاء الله. هيك امورنا تمام. بنحط الحمص، انا بحب اسلق حمص حب، بنقعه بعدين بسلقه وبحطه، بس في ناس بتحب العلب. كله بزبط كله بزبط. تمام. القدره اللي حكيتي عنها هي هاي القدره الخليليه الاصليه. صح يعني صح. بس احنا ايش صار في اضافات، هذا لما اعمل وصفه يعني القدره لاي حدا حرب بتصير عليه، هاي مش قدره خليليه وهاي مش طريقتنا وهاي طريقتنا. كل حدا له القدره، زي المقلوبه زي المنسف، ما حدا بيتفق على طريقه طبخهم. صح بس هي الاصليه هي الخليليه فعلا يعني. طيب احنا حطينا مرق اللحمه، امورنا تمام. بس انا بدي احط اللحمه وبدي اخذ معلقتين سمنه هلا بجيبهم عشان احطهم فوق اللحمه. اذا كانت طنجرتنا بتفوت الفرن بنحمر اللحمه شوي صغيره قبل ما نسكبها. بالضبط هيك بتطلع نكهتها زاكيه. يلا عشان نكمل بقيه مرق اللحمه. ان شاء الله انا بحب هيك يعني لما اطبخ شغله تكون اسم الله يعني فيها البركه، زي حالاتك يعني بحب اشكر على ايوه على البركه، كل شيء على البركه، كل شيء على البركه زاكي. بالضبط. بتعرفي سر الاكل على الريحه اذا مالحه ولا لا، لان الامهات فيهم هاي يعني من ريحه الاكل وانت بتطبخي بتصير تقول والله الاكل دلعه والله الاكل مالحه. تزبط معك بتعرفي إيه؟ انا بالنسبه لي وقت بطبخ يعني عمري ما يعني او نادر ما اذوقها، خلص ايدي خلص على البركه على البركه وبتطلع تمام التمام. بناتك زيك؟ في واحدة اخذت منك هاي الصفه؟ مين اي واحدة فيهم؟ اللي اصغر من ريما. ايوه هذه كمان فنانه ما شاء الله. خلينا نكمل بس بقيه مرقات اللحمه لانه الرز بده شويه مرق. الله يا عيني على الريحه بصراحه، رح تطلع ان شاء الله بتشهي القلب ان شاء الله. طيب نتركها انا وياكي، خلينا نحط بس الطنجره هون والغطاية هيها، نتركها تقريبا على النار بدها شي 20 دقيقه. بنروح انا وياك نحضر السفره، نحضر صحوننا والحلو وبنرجع لها. تفضل. جهزت أكلتنا إن شاء الله. هيك الحلقة راحت معك سريع سريع سريع، قد ما دايما سبحان الله الناس اللي فيها هيك بركة وخير، كل شيء الوقت معهم بيمضي بسرعة. شوفينا اسم الله اللحمة، قلت لهم إذا هم بيحبوا يحمروها بيحمروها، بس خلينا نحطها على جنب عشان نسكب الرز. هلأ إحنا وصلنا بترتيب أولادك مع ليث. ليث الكبير اللي تحمل معك المسؤولية. صح دايما الكبير بيتحمل المسؤولية أكثر من الباقيين. بالضبط. هلا انت حكيتي لي انت للبنات قريبه كثير، انه سبحان الله البنت بتصير بنت واخت وام مع الوقت. صح ولا لا؟ طبعا هو انا اساسا يعني انا وياهم مثل الاصحاب، مش انه بنت وام. اي كنت تشتغلي وانت صغيره؟ ما بعرف ايش على بالي هذا السؤال يعني. زمان حسيتك مدرسه بعرف ايش. بالضبط روضه. جد؟ والله انا حكيتها صدفه والله العظيم. مزبط. كنت عشان هيك بالك طويل اسم الله. طيب احنا بس بدنا نقيم كل اللحمات، احطهم على جنب، هي اخر قطعه وهي قطعه، ونحط اسم الله اسم الله الرزات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نقلب بس نحرك الرزات لانه طنجرتنا كبيره، يعني احنا عملنا كميه بتكفي لها والله شيء هيك 15 شخص. شايفيت لي هالرزات ما احلاهم ما شاء الله جد. اهم شيء احنا هيك مخلطين بس طالع معانا مفلفل بجنن. هلا في ناس بحبوا يعملوا القدره برز بسمتي لحاله، رز تاجر بسمتي لحاله بصير. بصير هيك بصير هيك. انا بالنسبه لي تحت السمنه جنن.
تحفة. طب قبل ما أكمل سكبة عشان بدي أقولهم إنه إحنا قربنا نخلص الحلقة ورح يشوفوا معاي كل العيلة هلأ وحن نجتمع على الصفرة، بدي أرجع أذكركم جاوبونا على سؤال حلقتنا لليوم لأن رح يكون معاي ست رابحين إن شاء الله. السؤال بيقول شو هو شعار حملة سكر شعبان الحالية؟ لا تنسوا إنه معاي جائزة بقيمة 50 دينار لأحد الرابحين فيكم، جائزتين مقدمين من مجموعة شعبان وثلاث جوائز مقدمين من آيكون 7، كل جائزة بقيمة بطاقة بقيمة 100 دينار. الله الله شوفي التومات دايبين، طلع طلع هي أكلة هاي سبحان الله زاكي، هي يعني هاي الأكلة أنا بحبها وريحتها كتير كتير طيبة. لما اخترتي قدرة قلت والله بدي أبوس راسها، أنا أكتر إشي قدرة سهلة وسريعة وزاكية، أولادي كتير بحبوها ما شاء الله، طالع بشرح القلب عن جد بشهي شكله. بدنا نحط شوية هيك لوز، طعم السمنة البلدي فيه بتشهي وريحتها كمان طالع بصراحة حلوة 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 بتجنن. قدري بتعرفي من الأكلات المميزة عندي كمان بالعزايم لأنه كمان زي ما أنت حكيتي سهلة وفيها هيك البركة سبحان الله. آه والله سبحان الله جد. أي آخر كم من لوزة يا سلام، كيفي يا سلام. معك من الآخر. طيب بس بدي أورجيهم منظرها وقدي كانت سهلة وسريعة، أنا لازم هاي اللفة لا بد منها. تحب تكوني عازمة ولا معزومة؟ تنب لا تعزمي ولا بتعزمي أكتر؟ بحب انا اجيبهم لعندي وبحب انا اعزم عندهم هلا، بس يعني نفس الشيء. انا مبسوطه اول شيء ان اليوم انت قبلتي عزومتنا على الفطور، دبي برنامج عزومتك علينا مع شعبان. الله يسعدك. وانا وياك انه نشوف لحد يعزمنا بقيت شهر رمضان، شو رايك؟ ماشي ماشي، بس يومين ثلاثه نتسلى فيهم تعبنا. ان شاء الله هيك هالقدره تكون عجبتك. بس انا ومجموعه شعبان حبينا نهديك كمان هاي الهديه المميزه، ان شاء الله هيك تكون هديه لطيفه من قلبي. الله يسعدك يا رب، شكرا كثير لك ولمجموعه شعبان حبيبتي. انا بس بدي اشكرهم لانهم حضروا حلقتنا لليوم، بس قبل ما ننهي حلقتنا بدي ارجع اذكركم انه دائما بيكون معنا جوائز وفائزين ضمن حلقاتنا، فاهم شيء ضلكم تعملوا شير وكومنت ولايك. وبدنا نقول انا وياك على السفره، بس قبل قد ما انا وياها حكينا عن اولادها وان شاء الله بشوف اولادي قد اولادك يا ربي ان شاء الله. امين. بدي انادي العيله اللي انضموا لنا، يلا تفضلوا تعالوا خلينا نحط صحن السفره عندنا ما شاء الله بسم الله. يلا تفضلوا تعالوا. ايوه قربي قربي يا ريما، خلينا اعرفهم. ريما عبد الله وليث الكبير، الله يخلي لك اياهم ان شاء الله تكونوا من احسن الناس تفرحي فيهم واولاد اولادهم ان شاء الله. شف تسلمي كتير كتير حبيبتي، مبسوطه فيكي والله. والله انا مبسوطه، بتقول لي هي كمان انه كان حلمها انها تشوفني بارض سبحان الله. اكيد والله، كل السيدات الحلوين اللي كان نفسهم اشوفهم ويشوفوني حبيبتي. بدنا نقول لهم رمضان كريم، كل سنه وسلمين، باي باي. رمضان كريم على الجميع. لفة بصراحة أحلى لفة، وأنت بتشوفي الأكل لما يكون زاكي وريحته حلوة. محمد أبو عرب بيقوم بنولني المغلف. طيب بصير نستنى عمل مأسكوبها كاملة لأنه يعني رح أخذ وقت طويل الصراحة. لا 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 تفاصيل تفاصيل مليون بالمية. يعني بدي أضل أتذكر ما أحكي كلمة مليون بالمية، بالله يذكروني. يلا أحكي لي القدرة الخليلية، قولي لي عيديها. ايه بنرجع لها، بس انا لا حطيت لها ملح ولا حطيت لها بهار، بقولوا لها بنهنيها بنهنها. طيب قبل انا وياكي ما نروح لنكمل بقيه وصفتنا، ايش بندردش؟ لانه صوتكم طالع اكثر من صوتي اذا بتحبوا تعرفوا. مي مغليه لحتى نسلق اللحمه عشان تستوي انا وياكي، من دردش ونقطع واحنا بنحط الميه. كان منيح مساعد اخراج مش كان منيح؟ اعرج مساعد انت مخرج ان شاء الله. بس ليه قلت لانه حظك حلو؟ لاني انا وياكي حظنا حلو لانه عندنا حمله سكر شعبان اللي راح تكون سؤال حلقتنا لليوم. شو هو سلوجن حلقه حلقه تفضل. شعر سلوجن. خلاص يلا عيد. ايوه فبدكم تحكوا لي شو جواب سؤال حلقتنا لليوم، شو شعار سكر شعبان. جاوبوا قد ما بتقدروا وشاركوا قد ما بتقدروا لحتى